صباح الخير يا متابعين فتح الفن الصباحي لشركة وينزر بروكر. قدمه لكم كريمة جديد اليوم 3 ابريل 2020 وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الدولار الامريكي مقابل نظيره الكندي. تداولات ايجابية للدولار الامريكي مقابل الكندي في بداية اليوم، ولكن في نهاية اليوم طبعا تراجع بعض الشيء وتخلى عن بعض مكاسبه مقابل الكندي، وده راجع في المقام الاول لارتفاع اسعار النفط حوالي 10%، حوالي كانت كمان 6.5 دولار، وده راجع طبعا بعد تصريحات ترامب بان هو يحاول هيوصل لاتفاق ما بين روسيا والسعوديه لانهاء حرب الاسعار القائمه طبعا بينهم في ظل الظروف الحاليه وتاثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وطبعا على الركود والطلب على اسعار النفط اللي هي وصلت طبعا لادنى مستوياتها منذ اكثر من 20 عام. والدبلوماسية الأمريكية بتحاول في إقناع السعودية وروسيا بإنهاء حرب الأسعار في شكل فوري، وده أثار بعض التفاؤل مما أدى لارتفاع أسعار النفط، ومن دوره طبعا أثر على العملات اللي هي طبعا ذات صلة بالنفط زي طبعا الدولار الكندي بيجي في المقام الأول، وبشكل عام العملات اللي خاصة بالسلع الأولية. ده كانت أهم الأخبار. خلونا ننتقل مع بعض ونشوف البيانات اللي ظهرت خلال تداولات امبارح. امبارح كان عندنا بيان هام من الولايات المتحدة الأمريكية ومعدلات الشكاوي من البطالة، وجيب نتيجة أسوأ متوقع، وطبعا ده رقم قياسي لمعدلات الشكاوي من البطالة الأمريكية، هو 6,648,000 وكان متوقع عليه 3,500,000، والشهر الماضي كان 3,307,000. النهارده كمان هنكون في انتظار بيانات هامة من الولايات المتحدة الأمريكية، أولهم تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الشهري لشهر مارس متوقع عليه سالب 100,000 مقارنة بالشهر الماضي اللي كان 273,000. أيضا معدل البطالة الأمريكي الشهري لشهر مارس متوقع عليه زيادة 3% ليوصل ل 3.8% مقارنة بالشهر الماضي اللي كان 3.5%. أيضا مؤشر مدير المشتريات في القطاع الغير صناعي اللي بيصدر عن معهد إدارة التوريدات الـ ISM الشهري لشهر مارس متوقع عليه 44 مقارنة بالشهر الماضي اللي كان 57.3. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار. خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم. طبعا أداء سلبي وتواجد أسفل النقطة المحورية 41.85 وده ضغط عليه بشكل كبير. أيضا أداء سلبي على مؤشر EMA، على مؤشر السار، على مؤشر الستوكاستيك ومؤشر فلات ترند. طبعا أداء محايد على المتوسطات السعرية وقربه من نقطة المحورية مش مخلي الاتجاه واضح، ولكن احنا مايلين اكتر اتجاه السلبي، وده واضح من المؤشرات اللي معانا وجوده اسفل نقطة المحورية، ولذلك نتوقع الاتجاه السلبي ولكن مش مؤكد. هنتأكد منه مع كسر ال 40-80 علشان يفتح المجال لل 39-75 واخر نقطة عند ال 38-70. مرة تانية الاتجاه الاكثر توقعا الامريكي مقابل الكندي هو الاتجاه السلبي بشرط كسر ال 40-80 وراها ال 39-75 اخر نقطة عند ال 38-70. السيناريو الاخر والمعاكس هيتحقق بكسر ال 42-80 وراه ال 44 فلات واخر نقطة عند ال 54-10. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن تابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.